لوبابا مثل ميدا فنانة موريتانية غنت ضد فيروس كورونا خلال حملة التحسيس التي أطلقها عدد من الفنانين الموريتانيين لتوعية المواطن حول مخاطر الفيروس القاتل. لوبابا أكدت أن الحملة التحسيسية التي أطلقها الفنانون تأتي نتيجة لاهتمام الفنان بواقع المجتمع الذي يعيش فيه. الفنان مرآة المجتمع، الفنان لازم يكون الحاضر الموجود في أي وقت وخاصة في الأزمات، يحس دائما عنده دور يلعبه لازم يكون موجود فيه. وما قد شفت فنان متقاعس أبدا عن يعني يقوم بشيء يقوم بعمل، حتى إذا فيه تكاليف يتكلف هو التكاليف حتى يقوم بهذا العمل. شعراء موريتانيا أطلق عدد منهم حملة موازية على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مصاحبة لأغاني الفنانين وأدعيتهم، وهي الحملة التي تأتي حسب الشاعر خالد العبد الودود لترابط الشعر والغناء في بلاد المليون شاعر. الشعر بشقيه الفصيح والشعبي كذلك الأغاني، هذه القوالب استخدمت بكثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر البرامج الإذاعية والتلفزيونية خلال الفترة الأخيرة من أجل نشر التوعية بمخاطر هذا الفيروس. وسائل التواصل الاجتماعي كانت منبر الموريتانيين الأول لمواجهة فيروس كورونا، وبسبب حظر التجول أطلق الموريتانيون واستقبلوا من هذه الوسائط كل جديد يتعلق بجائحة الوباء. الموريتانيون لم يقتصروا على الشعر والغناء بل تجاوزوهما إلى إطلاق النكت لتحسيس الموريتانيين حول خطورة الوباء، ومن بين العبارات المتداولة أهنف دارك لا يجيب نذير عقاب الليل أخبارك، في إشارة إلى خرجات وزير الصحة في وقت متأخر لإعلان حالات جديدة. الشيخ خاني والسيدي، ميديان تيفي، نواكشوطة.